تحياتي سلام عرب ديمي، وما زلنا في مناطق الطلب اللي كنا محددينها مع بعض، وقلنا اي تراجع للمناطق دي هو فرصه للشراء. حاليا احنا هنغير وجهه نظرنا شويه وهنقول لو حصل كسر للمناطق دي احنا هنخرج، اللي هي مناطق الجنيه 45 قرش. اي كسر ليها هو ده محض خطر، وحاليا انا بتوقع انفجار سعري من المناطق دي. انا عايز شمع صانع السوق من المناطق دي. ليه بقول بمنتهى البساطه؟ لان انا ما زلت شايف ان ده واحد، يعني انا ما زلت شايف ان ده واحد. اي تراجع بشمعة سيولة هو فرصة للشراء، لكن ما زلت بنتظر شمعة صنع السوق في المناطق دي. انا لحد الان ما فيش شمعة صنع السوق ظهرت وعملت بيج وان من المنطقة دي. يعني انا بالنسبة لي بيج وان بيج تو، وما زلت في الموجة الثالثة اللي المفروض تنطلق من المناطق دي. تحليلنا يفشل لو كسرنا مستويات الجنيه 45 قرش، ده اللي انا شايفه. وشايف ان انا عملت دوره سعريه هنا، المفروض ان انا باخد المستهدفات بتاعتي منها. يعني المفروض بقول ده قاع وده قمه، والبيكتور الرئيسيه بتاعتي كانت هنا، والمفروض ان انا ينطلق السعر من المناطق دي وابحث عن مناطق ال 161 لحد مستويات ال 261 فيهم. هلاقي نفسي رايح فين؟ رايح للمنطقه اللي انهارت من الاسعار اللي انا اصلا بستهدفها، اللي عند مستويات على المدى الطويل، مستويات ما بين ال 4 جنيه لحد مستويات ال 4 جنيه ونص. عندي منطقه عرض كمان المفروض انا بستهدفها، وده الهدف الاول بتاعي، اللي هي المنطقه دي بمنتهى البساطه اللي هنلاقيها عند مستويات ال 161 فيهم، اللي هي مستويات ال 2 جنيه و96 قرش. ما زلت انتظر شمع صنع السوق في المناطق دي. الستوب بتاعي زي ما احنا اتفقنا عند مناطق الجنيه 45 قرش. كسر يعني فشل وجهه نظرنا، ولكني ما زلت انتظر رده فعل من المستويات دي. يعني انا ما زلت انتظر رده فعل قويه وعنيفه من المستويات دي، وما زلنا داخل منطقه الطلب. يبقى انا عندي منطقه الطلب بتاعتي من مستويات الجنيه 75 قرش لحد مستويات الجنيه 45 قرش، دي فرصه للطلب. كسرت مستويات الجنيه 45 قرش، هنعمل تحديث وهنتداخل مره اخرى، ولكن ما زلت انتظر انفجار الموجه الثالثه الفرعيه اللي بدات من عند مستويات الجنيه 45 قرش، اللي لسه لحد الان لن يضخ فيها شمعة سيوله صانع السوق. وبالتوفيق.